وطنا واسع التمام. فضلت الشيخ، كما سمعتم نتناول شيئا من سيرة هذا الصحابي الجليل العطرة حتى نعطر بها ونشنف بها أسماعنا في بداية هذا اللقاء المتع. حياك الله وبياك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. طبعا نحن إذا أردنا أن نختزل يعني أبو بكر أو عمر، اختزال سيرتهما بكلمات لا يكفي، لا حلقة ولا حلقتين. لو أردنا أن نعد ما ذكره أهل السير وأهل الإسلام، ولو حتى أردنا أن نعد فضائل عمر بين أصحاب عمر لما اكتفت حلقة واحدة. حتى لو أردنا أن نناقش موضوع عمر فقط في كلمات قالها علي رضي الله عنه وأرضاه ما كفانا ذلك. لكن نقول يكفي عمر شرفا أن أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم اسم الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وكان خلافته، وأنا هذا الذي أختصر به المسألة كلها، أن خلافة عمر رضي الله عنه لم تكن خلافة عابرة، ولم تكن أساسا فترة قلاقل، وإنما جاءت فترة خلافة عمر فترة فتح كلها. ففتح الله عز وجل به للإسلام خيرا عظيما، واستطاعت جيوش الإسلام أن تهزم قوى الشر في العالم كله، ليكون الإسلام الرقم الأول والرقم الصعب في كافة معادلات الدول في زمانه رضي الله عنه وأرضاه. فانهارت في زمانه وبجيوشه مملكة كسرى التي كانت تعد المملكة الأعظم، والتي كانت لها صولة حتى على الروم في ذلك الزمان. وكذلك في زمانه رضي الله عنه توجهت السرايا والفتوح إلى دائر بقاع الأرض، فغزا الروم في أرض في عقل دارهم، واستعاد من الروم ثالث الحرمين، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ألا وهي بيت المقدس. وقد تواترت الأخبار في ذلك بأن النصارى في بيت المقدس لما جاءهم عمر على الشكل الذي جاء به، وأنا أذكر هذه القصة لأهميتها لكل مسلم، ليفهم المسلم كيف كان عظماء الإسلام وكيف كان هؤلاء الرجال الذين رغم ما وصلوا إليه وما بلغ إليه ملكهم لم يزدهم ذلك إلا حبا لله عز وجل وتواضعا، وأن الفضل كله بيد الله عز وجل. فعمر رضي الله عنه كان مما أثر عنه أنه لما ذهب لاستلام مفاتيح بيت المقدس بناء على رسالة من أبي عبيدة، قال له صفرونيوس حاكم بيت المقدس، قال أمرنا أن نسلم هذه البلدة، نحن عندنا في الكتاب يستلمها منا خليفة المسلمين، هذا الخليفة له أوصاف عندنا، نحن نريد أن نتأكد أنكم أنتم الذين يجب أن تتسلموا هذه المدينة. وكأنما يقول لنا كما قال الله عز وجل أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده الصالحين، فهؤلاء الصالحون لهم صفات. فكان أن عمر رضي الله عنه كان معه دابة واحدة، وكان يتقاسم هذه الدابة مع خادمه الذي كان يسير معه في الطريق بدون حراسات، بدون أي مظاهر من مظاهر العظمة، وإنما اثنان من المسلمين، حاكم ومحكوم، سيد وخادم، لا تعرف الفرق بينهما. فالسيد يمشي على رجليه ويركب الخادم مسافة، ونفس المسافة يقطعها الخليفة الحاكم الملك السيد المعظم. ومع هذا عمر رضي الله عنه لما يصل إلى مشارف بيت المقدس يقول له خادمه لا يليق أن أكون أنا راكب وأنت تمشي على قدميك تقود الراحلة، ما ينفع هذا الكلام، أنت الخليفة الذي ستتسلم مفاتيح هذه البلدة. فيقول إنه دورك، هذا هو إنصاف وعدل عمر. ثم يأتيه أبو عبيدة فيجد ثوبه مرقعا باليا، فيقول يا أمير المؤمنين لو استبدلت هذا الثوب فأنت مظهر من مظاهر الإسلام، الآن عزة الإسلام ستظهر فيه، فأنت الخليفة
تدخل عليهم بثوب مرقع، فجاءه بثوب فلبسه عمر، ثم نظر في نفسه فقال: يا أبا عبيدة خذ عني هذا الثوب، فإني بهذا الثوب لست عمر. هذا عمر الذي الأصل عندما نسمع مثل هذه الحكاية عنه أن نقول رضي الله عن عمر، كما قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا هو عمر الذي سنتناوله اليوم إن شاء الله، لنرى كيف كان عمر في نظرة كل المسلمين في زمانه وبعد زمانه، ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. بارك الله فيكم. أحسن الله إليك ونسأل الله خيرا سيدنا. الله يكرمك. معنا الأخ شيراني، شير علي أو شيراني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا الجليل، كيف حالك؟ حياك الله وبياك. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله تجد العربية. حياك الحال بنفسك يا شيخ. اسمعني؟ لا. تسمعني زين ولا لا؟ صوت طيب. يمكن في خلل في الصوت او شيء لعله يدخل. طيب يا شيخنا الحبيب احسن الله اليك، هذا اي قال النبي عليه الصلاه والسلام: اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك، نعم، بابي جهل او بعمر بن الخطاب، فكان احبهما اليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء عند الترمذي. نعم. وحدثتنا عن بعض من مناقبه في فتح بيت المقدس ومن سيرته العطرة، لكن ما كلمتنا عن سبب إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، قصة أخته فاطمة بنت الخطاب التي كانت تحت سعيد بن زيد، لعلك تلقي الضوء عليها حتى ننتهي من الجانب السني ونتناول الجانب الشيعي وحيدة تلو أختها.